عقدت في مملكة البحرين اجتماعات ضمت مسؤولين من مملكة البحرين ووفودا من الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة سعادة السيد ستيفن مونشتين وزير الخزانة الأمريكية، ودولة إسرائيل برئاسة سعادة السيد منير بن شبات مستشار الأمن القومي. قد صدر عن هذه الاجتماعات بيان مشترك جاء فيه أنه جرى التوقيع على بيان تاريخي مشترك بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل حول إقامة علاقات دبلوماسية إذانا ببداية عهد جديد وواعد في العلاقات بين البلدين. كما تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بينهما، وتناولت العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتجارية والاتصالات والتجارة والخدمات الجوية وتنقل الأفراد والخدمات المصرفية والمالية والتعاون بين وزارتي الخارجية وغيرها من مجالات التعاون المشترك. عقدت في هذا الاجتماع في الإطار اجتماعات لمجموعة عمل لبحث المزيد من مجالات التعاون البحريني الإسرائيلي بما في ذلك الطيران والرعاية الصحية والتكنولوجيا والسياحة والزراعة وغيرها. أشار البيان إلى أن الاجتماعات أكدت على أن إنشاء علاقات مباشرة بين البلدين اللذين يعتبران من الدول ذات الدور الحيوي في الشرق الأوسط من شأنه أن يسهم في تحقيق مستقبل أكثر آمنا وازدهارا لشعوب البلدين والمنطقة. ونوه البيان المشترك للدور الكبير لفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وإطلاقه مبادرة اتفاقيات إبراهيم والتي سهلت إتمام هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي. كما يأتي هذا الإنجاز بعد صدور البيان الرسمي المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين ودولة إسرائيل في 11 من سبتمبر 2020 عقب الاتصال الهاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين ورئيس وزراء دولة إسرائيل بنيامين نتنياهو، والذي تم التأكيد فيه على أهمية فتح حقبة جديدة من التعاون بين البلدين وما تلاها من توقيع إعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل في واشنطن في 15 من سبتمبر 2020 لإقرار مبادئ اتفاق إبراهيم وفتح فصل جديد من السلام. وأكد البيان المشترك الصادر اليوم على أن هذا الفصل هو استمرار للجهود الإقليمية والدولية البارزة لتعزيز السلام في الشرق الأوسط، وشهد على الرؤية الجريئة والقيادة التي أظهرتها الدول الثلاث من جهود دبلوماسية صادقة من أجل السلام والازدهار المستدامين. وتواجه البلدان الثلاث مجموعة من التحديات المشتركة، وسوف تستفيد بشكل متبادل من إنجاز هذا اليوم التاريخي. أشار البيان إلى أن التوقيع التاريخي اليوم يجمع اثنين من أصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها في الشرق الأوسط، وستنضم مملكة البحرين ودولة إسرائيل إلى الولايات المتحدة لدفع الخطط الاستراتيجية للسلام والازدهار في الشرق الأوسط وتوسيع سبل التعاون التي ترتكز على القيم والمصالح المشتركة. تطرق البيان إلى اتفاق ووجهات نظر الدول الثلاث بشأن التحديات والتهديدات والفرص المتاحة في المنطقة وإطلاق إمكانات المنطقة من خلال توثيق التعاون الأمني والدبلوماسية العامة والمشاركة في الاقتصاد والتكنولوجيا والمصالح المشتركة الأخرى، بما في ذلك تعزيز التعايش والمشاركة بين الناس وثقافة السلام. وستؤدي اتفاقيات اليوم إلى حياة أفضل للبحرين وإسرائيل والمنطقة ولشعوبها. أشار البيان إلى أن الطرفين سيواصلان جهودهما من أجل حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ضاف البيان بأن مملكة البحرين ودولة إسرائيل على ثقة من أن هذا التطور سيساهم في تحقيق مستقبل تعيش فيه جميع الشعوب وجميع الأديان معا بروح التعاون والتمتع بالسلام والازدهار، حيث تركز الدول على المصالح المشتركة وبناء مستقبل أفضل للجميع. عبرت الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل عن تقديرهما لمملكة البحرين لاستضافتها الورشة التاريخية الازدهار من أجل السلام في المنامة في يونيو 2019، والتي كانت خطوة نحو تحقيق المزيد من التعاون في مختلف المجالات. أعربت مملكة البحرين ودولة إسرائيل في هذا البيان عن تقديرهما العميق للولايات المتحدة الأمريكية لجهودها في تأمين شرق أوسط أكثر استقرارا وأمانا وازدهارا.